اليوم عملنا واحد عرض الازياء خاص بشهر رمضان المبارك، وكنتمنى تعجب الحضور والجمهور ديالنا. بالنسبه للعرض ان شاء الله هيكون فيه داكشي مخلط، يعني هيكون عبايات جلالب الرجال وجلالب النساء، كل حاجه كيفاش كتخدم باش مخدومه وعلى حسب لي كولور. دابا كنتمنى يعجبهم ان شاء الله العرض، وكما معروف على المغاربه يعني عزيز عليهم يلبسوا لباس تقليدي، خصوصا شهر رمضان يعني كيكون عنده واحد الاقبال مطلوب بزاف، وكنتمنى يعجبهم الازياء ديالنا والعرض ديالنا ان شاء الله. اليوم جينا نشاركوا في ديفيلي ديال رمضان بمناسبة رمضان. ديفيلي هو عبارة على كيكون فيه بلدي وتراديسيونيل مودرن وكذلك عبايات، المهم داكشي اللي عنده علاقة برمضان. وحنا كما غريبة عزيز علينا اللباس التقليدي، خصوصا في رمضان كنزيدو نتشبتو فيه بيه اكثر وكنزيدو نلبسوه في رمضان. حاولنا انا ومجموعه ديال المصممات نعملوا شي لمسه ديالنا باش لاتوش اللي غادي تكون مختلفه على المعتاد، شي حاجه جديده ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم.